اليوم حنكمل في الجروب بوليسي، بس هنخش في موضوع السكيورتي. الدور فات تطرقنا بس على الجروب بوليسي بشكل عام، يعني المرة حنخش في قصة السكيورتي اللي عليها. كمان مرة بنيجي على التولز الجروب بوليسي اوبجكت مانجمنت. كويس ماشي، انا بدي اشرح بعدين حنطبق مع بعض مش مشكلة يعني. طب احنا قلنا قبل في كان باي ديفولت ان تنتين جروب بوليسي، قلنا من اول منشآت هذول مش مني، واحد على مستوى الدومين ككل وواحد على مستوى الدومين كنترولر اللي هو السيرفر تبعي انا. طيب هاي اديت اداة الدومين اديت، نروح على قصة البوليسي ويندوز سيتنج. في عنا جزئية هنا بتتعلق في ايش؟ بالسيكوريتي، جزئية لحالة خاصة بالسيكوريتي. في اكثر من شغلة، نبدا في اول شيء في الاكاونت بوليسي على مستوى الحساب. في عنا الباسورد بوليسي، باي ديفولت انا ما عملتش ولا حاجة، هذه من الاول محطوطة. الانفورس باسورد هيستوري كيف؟ انا عندي واحدة جديدة بس بدي اوريكم الموجود بالاساس يعني. انفورس باسورد هيستوري ايش بقصد فيها هذه؟ يقول لك 24 انا مسموح لي، مش مسموح لي ادخل باسورد الاولى الاول مرة حاطيتها الا بعد ما ادخل 24 باسورد ثاني عشان يقبلها مرة ثانية. يعني انا دخلت الباسورد تاعت مثلا 1 2 3 4 5 6، بنفعش ادخلها كم دعم الريست للباسورد، بنفعش ادخلها كمان مرة 1 2 3 4 5 6 الا بعد 24 باسورد ثانية. كويس واضحة؟ كويس. في ممكن تشوف فليكسبلين تبعها نفس الكلام هيك بشكل يعني مفصل اكثر. الباس مينيمم باسورد ايج، هذه الباسورد ماكسيمم، اقصد ماكسيمم باسورد ايج قديش مدى صلاحيه هذا الباسورد؟ مكتوب 42 يوم، يعني خلال 42 يوم حتنتهي صلاحيه الباسورد هذه، حيطالبك باسورد جديده. المينيمم باسورد ايش؟ محطوط يوم. ايش يعني هذا؟ ايش يعني مينيمم باسورد ايج؟ يعني ايش يعني بالعربي؟ خلينا نقول يعني بسمح لك تغيرها غير بعد يوم واحد. بعد يوم في بتلاقي الناس كل شيء قاعد ايش ماله؟ بمرست له الباسورد، بمرست لا انا بجبر بس بعد يوم واحد بقدر اعمل باسورد. تقدر تحط صفر ولا اقلش من واحد؟ انت ممكن تحط بنفع صفره؟ هاي ابلاي بس مش منطق يعني، انت مش منطق مفتوح بصير. هي الديفولت اصلا اظن هو بالغالب بتكون اقل من هذا بيوم فعليا او 30 يوم. لا صفر دي منطق. لا ال ال بصير كل دخله تغير الباسورد بس بس مش منطق يا اخي، يعني ايش استفدت انت فعليا؟ هذول الرجال بس انا فعليا هيك، انا كل فتحه بدي اغير الباسورد تاعته. تبعون الهاكرز والامن فيش دخل الا بغير كل يوم. صحيح بس في حالتنا شغال على دومين انت فعليا، يعني عندك موظفين في النهايه يا دوب على قد اللوجن وبركه. الباسورد مينيمم باسورد لينث، قديش طول الباسورد تاعتك؟ طول الباسورد كم خانه فيها؟ نصينا 7 رقم بدك اياه. الباسورد ماست ميت كومبلكسيتي ريكويرمنت، ايش يعني الكومبلكسيتي هذه؟ ايوه بقول لك هين في الاكسبلين تبعها، بقول لك في الكومبلكس تاعت المايكروسوفت بقول لك يجب ان تحتوي على رموز وارقام وحروف، والحروف كابيتال لتر وسمول لتر. هنا بقول لك 6 محطوط في هنا، هي 6 ديجيت طولها 6 بس يفضل في يعني المتعارف عليه يعني عند الكل 8، اقلش 8 ديجيت تحتوي على حروف كابيتال لتر وسمول لتر وارقام ورموز. الرموز اللي هي ات وعلامه تعجب وعلامه استفهام. هذه بدك تخزن الباسورد انكريبشن بحطوهاش، مش تفرقش معنا. طيب بدي اياكم الحين تشوفوا انتو على الاجهزه تعملوا بوليس، بديش على نفس تاعت الدومين، بدي اياكم تعملوا بوليسي جديده كويس، تربطوها على الاكونت على الاو يو اللي انتم عاملينها، كل واحد يعمل لي جروب بوليسي خاصه فيه في السكيورتي. بدي امر عليكم الحين، انا هاي ورجيكم الاساسيات. المحاضره فاتت علمنا كيف نعمل جروب بوليسي صحيح؟ انا حلف عليكم الحين امشي اعمل عندي عشان تطبقوه بعدين بطبقها عندي انا. مش عاملين احنا رايدين على واحده
هاي كرييت هاي كرييت جروب بولس جديده ايش اسمها باسورد كويس هاي نضفتها بدي اقول له ايش عليها ايديت طب انا احنا انا مش عارف على مستوى الكمبيوتر ولا مستوى اليوزر انا الحين نسيت صح مثلا بديش ابحث بتيجي انت تخربط هين ولا هين تشوف فين في موجود هين نفس اللي بدي اياه حتلاقي مش موجود ليش بتطبق بس على مستوى الكمبيوتر على البوليسي في الكمبيوتر ويندوز سيتنج في السكيورتي اكاونت بوليسي الباسورد بوليسي اول حاجه انفورس باسورد هيستوري كل قديش بدا يعني يحتفظ في الباسورد في الهيستوري تبعه كل كم باسورد 24 باسورد طيب قديش الماكسيمم باسورد ايش قديش مده صلاحيه الباسورد 24 لا بنيها كثير هاي 30 يوم يوم شهر 30 يوم هذا حط ابلاي طلع قال لي بدك انا بدك احط لك المينيمم باسورد ايش 29 يوم بدك بتكاش تجي عليها ثاني بتقول له ايش بتعدل بدك اياها هاي 5 ايام مثلا الماكسيمم وين راحت المينيمم باسورد لينك قديش طول الباسورد بدنا اياه احنا 8 خانات هل بدي الباسورد تكون الكومبلكسيتي موجوده فيها اللي هي الحروف والرموز والارقام في السكيورتي لازم تحطها هاي هاي ديفاين بقول له ايش انيبل ابلاي بس بكفي هدول بكفي هاي انفورس كويس هيك طبقوها عندك بس اعملوا الكلام هذا عندك طبقوه عندك زي هيك الحين بدنا ايش نسوي روح على اليوزر اللي عملته انت من الكمبيوتر من الفوت على ويندوز الثاني ثمانية اللي عندك الويندوز الثاني بس بدناش يطفي الاجهزه عاد الحين هاي مستوى الدومين كويس جيت انا عند ال في اليوزرز عندي هاي على علي بدي اعمل له ايش ريسيت للباسورد بدي احطه من 1 to 6 تخيل كويس هاي اوكي ايش قال لي ليش ولك منها باسورد لينث والكومبلكسيتي مش مزبوطات ليش مطبق على مستوى الدومين ككل يعني نفس الاشي اللي صار هنا حصير هنا كيف طيب نرجع نشوف كمان شغله عندنا في عنا في البوليسي كمان حاجة تانية جزئية الباسورد واضحة صحيح؟ فيش موف في عنا حاجة اسمها ايش اكاونت لوك اوت بوليسي لوك يعني توقيف ايش يعني بقصد فيها لو انا دخلت الباسورد خطا ايش هيصير عندي ببالكك بوقفك طيب واقول لك قديش يوقفك قديش مده التوقيف حتكون عندي لا بالمنت بقول لك هين منت دقائق معطيك بالمنت بحسب لك خمس دقائق هو الدفول 30 حاطط مش انا حاطط يعني الدفول هاي اوكي قال لك بعد كم محاولة يعمل لوك لليوزر بعد كم محاولة فاشلة ثلاثة مش هزبط معك هيك حتى تلفون مش هتسكر خالص انت لا شيني كثير انت طالما حاط عندك انت باسورد يعني كومبلكس حيصير دخلوها غلط يعني يكون اول خليها تم مش محاولة كيبورد انجليزي مخليه عربي اول محاولة راحة ثاني واحد محاط الشيفت نسي كابيتال اي حط 10 خليها 10 منيح مش
بس هي. طيب انا في هذه الحاله لحد ما وقفت هيك او ادفع اوقف عندك او خلاص بعد الخطوتين هذول ان وقفته وبعد كم محاوله خلاص. طب حيعمل حيعمل لوك للاكاونت، حضطر انا اتدخل اجعل على اليوزر من هين مثلا اللي هو علي بقول له بروبرتيز في عندي هنا الاكاونت بكون هيك جاي عليه ايش بكون جاي عليه صح زي هيك بقول له انلوك بقول له انلوك بكون جايب له جاي بلوك بفعله. طب مش منطقه اروح لكل يوزر نفس الباسورد اعمل له، لا بقول لك حطوا خيار ثالث بعد قديش اطلع من اللوك. بقول 10 المحاولة اعمل له ريسيت يعني ريسيت بالمنت. انت المفروض ما تتعارضش مع اللي فوق اللي في مده الحظر اللي فوق اللي حطيتها، على الاقل خليها قدها يعني او بزياده شويه. هي هدول اهم تنتين في قصه اليوزر على مستوى الباسورد، اللي هي الباسورد سكيورتي اللي هي قديش الباسورد حجم الباسورد سجل. بسجل حتى لو يعني انت في يوم من الايام رحت تسجيل منك نسيت انت ايش بدك تعمل، تيجي مثلا على هذا فيك سبليه هنا في شرح بسيط، في شرح بالانجليزي شوي بسيط لكل بوليسة موجودة عنده بشكل بسيط بشرحها. طيب نيجي عندنا اللوكال بوليسز، في عندنا حاجه اسمها لوكال بوليسز. انا لسه موجود جوا الجروب بوليسي في الكمبيوتر سيتنج في البوليسي في السكيورتي اللوكال بوليسي. الاوديت شرحها المهندس محمد النحال حكى لي في عندنا اليوزر رايت اساينمنت ايش هاد، في حاجات مشهوره يعني انا جوا جروب بوليسي موجود في مستوى الكمبيوتر سيتنج على السكيورتي. طلع عليها طلع اللي سأل شيء هيك عندنا موجودة فاتح جروب بوليسي يعني تاعت الدومين كنترولر في البوليسي في الويندوز سيتنج في السكيورتي في اللوكال في اليوزر رايت اساين اساين. الحين باي ديفولت كل يوزر مسموح له يضيف 10 يوزر على الدومين، كل يوزر مسموح له يضيف 10 يوزر على الدومين. طب بعد ما خلص 10 يوزرز تعمل واحد جديد. طب انا ليش ما اعمل يوزر اخليه بس هو وظيفته يعني انه يضيف، او اعمل جروب وظيفتها انه الناس تضيف. بقول لك هين شايفين في عندنا عندي هنا اوبشن اد ورك ستيشن تو دومين، مين المسموح له يعمل اد؟ اللي هي جروب اوثنتيكيتد يوزر. طب انا اضيف واحد ثاني عشان عندي يوزر اسمه علي هاي براوز هاي علي هاي جاب هاي اوكي هاي علي صار شماله كمان علي صار بيقدر يضيف اي يوزر اي واحد على الدومين فوق العشر مرات عادي فيش مشكله. طيب ايش في كمان هنا شغلات انت بقول لك ايش فكره لهذا الخيار اللي حطيت لك اياه انا هذا متعارف عليه يعني اللي هو اد ورك ستيشن تو دومين. انت بدك يوزر باي ديفولت قلت لك اي يوزر بيقدر يضيف 10. طب خلص راح اضاف 10 بعدين خلص ما يضيفش حد لا بس جروب هو في عندي جروب اسمه جروب مين اوثنتيكيتد يوزر هذا بتضيف. طب انا بدي واحد ثاني يضيف يظل يضيف بدي موظف بتاع الدعم الفني مثلا دخل يضيف ناس على الدومين عندي بحط اليوزر اعتبر انه عالي تاع دعم الفني بضيفه على الجروب نفسه بضيفه هين بصير هذا اليوزر بضيف اكثر من 10 مرات كويس. طيب في كمان حاجه هين طيب مين بيقدر يعمل شت داون للسيرفر عندي هين؟
والجروبات الثانيه هذول الباك اب اوبريشن اللي بدي اعطي صلاحيات انا بس بقدر اضيف اللي بدي اياه وبحطه سواء كيوزر او كجروب. في بس خيار وين شايفها من وين وين كيف في خيار موجود زوجي في خيار موجود 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 ممكن في سكيورتي اوبشن هنا لحظه شوي هاي قصة السيدروم مثلا بس انا قصة في قصة مو لازم تنشرح في واحدة مهم بدي اشرحها لازم تنشرح هاي فورس فورس لوج اوف وين لوج اون اورز اكسباير انا عندي لكل يوزر ساعات عمل انشرحت طيب هذا مهم تنشرح او سوى اليوزر في عندي في الاكاو في اللوج لوج اون اورز هاي هذا مسموح له كله مثلا ساعات اي يوزر بدي اياه يوزر هذا الشغل لا لا بتشعل بس لا انا بدي اعمل شيء قصه ثانيه بس في هذا مهم ليش انت حين بتقول له هنا انا بس ساعات العمل محدد هذه هيك على اليوزر على اليوزر في الاكونت على اللوجن اورز انا بدي اياه كله ايش الازرق انا شغال مسموح بدي اياه ابيض كله بدي اشتغل انا من يوم الاحد مثلا من من الثمانية للثلاثة مثلا هيك كويس بس هل بدي اشتغل هو من الساعة سبعة عمل من الساعة سبعة فيش فيه هاي من الثمانية للثلاثة بس مسموح له يشتغل طب انا بعد قلط الثلاثة ايش يصير لو كانت السيشن فاتحة بضل شغال صح باي ديفولت هيك بس ولكن انا في حال عند البوليسي هذا الموجود فورس لوج اوف وين لوج اون اورز اكسباير بقول له ايش انيبل لو كان فاتحة السيشن حيطفيها لو كان فاتحة السيشن ايش حسوي حط فيها هذه لو تمر عليها بشكل سريع لحالكم تكون افضل خلصنا من التطبيق طب لو في حاجه ثانيه لو انا عندي قرص معين بدي اخفيه او بديش المستخدم يصله خالص مثلا زي السي او الدي او اي قرص انت معني فيه كويس مهم برضو هذا على مستوى اليوزر بنشتغل احنا الان كويس في البوليسي ويندوز ادمنستريتيف ويندوز كومبوننت فايل اكسبلور في حنلاقي هلاقي عندنا prevent prevent access to device لا مش هذه اما باي هاي هاي this specified
درايفرز ماي كمبيوتر بدي اخفي مجرد اخفاء. انا وين رحت من الاساس؟ طلع علي وين رحت؟ في اليوزر في الويندوز ويندوز سيتنج ادمنستريتيف تمبلت، رحت على الويندوز كومبوننت جواته، في عندي فايل اكسبلورر، فايل اكسبلورر كويس، في عندي هايد ذيس سبيسيفايد درايفرز ماي كمبيوتر، بقول له انيبل، بقول له مين بدك تخفي، السي ولا الدي ولا قرص بدك اياه انت ولا كلهن؟ مثلا السي اي ابلاي اوكي. وهات نجرب نشوف اليوزر عندنا. طب ايش الفائده من تخفي السي؟ ما تخفيش، اشوف السي اصلا مجرد اخفاء فقط. إذا بتكش تحذف أنت مثلا، في عندنا مش إخفاء، في عندنا بريفنت أصلا بنقربش عليه خالص. هو هذا المفروض أكثر اللي هي يقربش على السي أصلا. هي موجودة هنا بس هات اللي يجيبها الحين. هاي prevent access to the drivers from my computer. هاي enable هاي على C. هذا على الwallpaper طبقناها زين. هاي أنا أشغل. بس نورجيكم انه اختفى القرص من هين. بدنا نتحايل عليه احنا، لو واحد اجى عمل عندي هنا شورت كات كويس، هاي نيو شورت كات، هاي سي نقطتين فوق بعض، جيبها فينش، فوت عليه. كتب فوق في اليو ار ال الاكسبلورر. طيب ماشي هين، هذه بتزبط في حاله ايش؟ الهايد. في حاله الهايد انت عملت اخفاء، انا عملت هايد وبريفنت كمان. الهايد لو تحايل عليه بيجيبه، في البريفنت بيجيبوش خالص. حتى تخيل انت لو بفوت على سطح المكتب من هنا طلع هاي وين الديسكتوب مفروض. لا من السي، من المفروض ما يجيبليش اياه من هنا. المهم يعني هاي يقدر يفوتوا على حاجه يعني، حتى الدوله مش قادر يفوت عليها، بس الديسكتوب مسموح له افوت عليه. مريحة هيك، هذا طبقوها ضروري. لو انا قلت بدي اضيف تمبلت للسكيورتي مثلا، كويس؟ بدي اضيف تمبلت للسكيورتي، شفت هذه كيف جايه هنا في الباسورد مثلا كانت عندي؟ هاي السكيورتي شايفين كيف كانت جايه؟ طب ليش لك اضيف تمبلت للسكيورتي واعتمده عندي يعني مثلا؟ استدعيه. باليمين هين امبورت بوليسي شايفين؟ هنا امبورت بعمل، اول شيء اكون مجهز واحد ومحضره يعني من قبل. كيف بنشئ واحد؟ بكتب بس انا ايش؟ ام ام سي. ام ام سي. فتحنا الام ام سي، باجي على فايل بقول له ايش؟ اد سناب ان، اد ريموف سناب ان. بدي اضيف انا ايش عندي هين؟ سكيورتي تمبلت كويس. هاي اد، هاي موافق. بفتح ايش موجود فيها؟ فاضيه. او هذا خلينا ايش نسوي فيه؟
ديليت يس انت ديليت يس تكون فاضية. انا بدي اقول له ايش انيو لا نقف التسجيل شوي في ملف بده حذف عشان ويجي MMC مايكروسوفت مانج كونسول اقول له فايل عشان اضيف تمبلت جديد اد او ريموف سناب ان بختار مين عندي سيكوريتي تمبلت اي اد اوكي بدي اقول له نيو تمبلت انا ما عنديش تمبلت بدي اقول له نيو ايش نسميه هاي تيست كويس طبعا تيست اوبن ايش جاب لي هين بشبه مين هدول ايش بشبه اللي هين صح يعني انا بصير اعمل عندي بول تمبلت معين وبدل ما اعمل بوليسي بس بقول له ايش هين ايش امبورت بوليسي بقول لي اختار وين مكانه لما اعمل حفظ يعني هين رحنا هاي فايل سيف او لا خلينا نعدل عليه سكيورتي تمبلتس طب لو انا قلت هذا التمبلت اللي عندي بدي اقارنه بالموجود بدي اقارنه بدي افتح التين زيته وفتحت انا صح بدي اشوف واشوف بين التنتين قال لك في عندنا حاجه ثانيه ريحونا سناب ان اللي هي هذه سيكيورتي كونفيجريشن اناليسيس هاي ضفتها هاي اوكي هاي اجت عندي تقول لي اوبن داتابيز مش داتابيز عندي مش اناش داتابيز طيب فايل اي نيو سيف لا هاي كرييت في مشكلة هنا فيش مشكلة نرجع في آخر المحاضرة هذه إن شاء الله في عنا قصة قلنا السوفتوير انستليشن وأنا بدي أنزل برنامج عن طريق الشبكة أنا بدي أنزل برنامج عن طريق الشبكة ولاحظ موجود عندي سوفتوير انستليشن على مستوى اليوزر وسوفتوير انستليشن على مستوى مين الكمبيوتر طب إيش الفرق بيناتهم هاتوا نشوف على مستوى اليوزر فبقول له ايش نيو باكج انا عندي ضفت على مجلد الشير اللي عندي اول شيء لازم يكون الباكج محط على مجلد ايش ماله شير ليه عشان كل يوزر يشوفوه صح ولكن بقول لك يجب ان يكون الامتداد تاع الملف ايش ماله يا اما ام اس اي يا اما زاب ام اس اي هذا بترنت اي برنامج على النت بيكون مكتوب اكثر امتداد معاه بتداوي على ام اس اي وبتنزله بس ام اس اي كويس انا نزلت الفايرفوكس جبت الفايرفوكس امتداد ام اس اي كويس فبدي اقول له اوبن على مستوى مين شغال انا اليوزر قال بدك اياه ببلش ولا اسايند ايش الفرق بين ببلش واسايند ببلش اسايند يعني لا
لا خلاص بعممه على كل ببلش بحط عنده بس موجود منظر هو ينزله لحاله. باب الساين بنزله في الباك جراوند يكون نزل عمل سيت اب للبرنامج بدون ما اليوزر يعمل ايش سيت اب. يعني عمل سيت اب للبرنامج يعني نزل برنامج لحاله بالضبط. هذا عم يسوي مين اليوزر. طب طالع الكمبيوتر ايش فيه بيختلف عنه؟ هاي نيو باكج هاي البرنامج ايش اجى؟ طب ليش هيك؟ انه على مستوى اليوزر خلاص هو حر، بس على مستوى الكمبيوتر لازم بدي اختار الكمبيوتر لازم انزل لي صح. هات احط هي نضيف نخليها ايش مالها هنا بس ببلش خليها ببلش هاي اوكي شويه وقت بس على ما تطبق تيجي هاي اجت وطبقت صح. خلينا اروح على مستوى الويندوز الكلاينت اللي عندي هين هاي جيبها ابديت وين بقدر الاقيها؟ اه انا عشان نطبق البول ستات اللي ما اشوفش السي ابصر تفتح هي فتحت بجي على البروجرامز بروجرام اند فيتشر بلاقي اجهزه الخير بكونش موجود هيو انستول بروجرام فروم ذا نتورك مين اجي عندي هين؟ فايرفوكس. هذا في حال ايش عملت له انا؟ ببلش هات نعمل له ايش؟ الساين كيف بدي اخليه بدل ما اعمل مباشر لا بضغط اغطين عليه هين ديبلومت بخليه ايه بحوله ايش الصان هاي ابلاي هاي اوكي وهاي
ها شايفين انا ما نزلتوش لحاله، انا نزلت الفايرفوكس لا لحاله نزل، طبقته على البوليسي قلت له مش، قلت له مش بابليش الساين، بس الساين خليته نزل لحاله، انا ما نزلتوش وطول وبصل عشان قاعد بنزل في البرنامج. هلا طبقوها بكون كويس يعني.